اتعرضت لظلم كبير ومنعين شغلي ينزل وألبوم خلص ومعطلين نزوله وبيعملوا كل حاجة علشان يبعدوني عن الغنى. شيرين بتواجه أزمة جديدة، فيا ترى إيه الحكاية ومين هم أعدائها اللي عايزين يبعدوها عن الغنى؟ أزمة جديدة بتواجهها شيرين عبد الوهاب في مسيرتها الفنية، فبعد ما شيرين قررت ترجع تاني لجمهورها بعد غياب طويل عنهم بسبب أزماتها العاطفية مع طليقها حسام حبيب، رجعت تعيش أزمات ومشاكل مرة تانية مع شركة روتانا. فيا ترى إيه اللي حصل ومين هم أعدائها اللي عايزين يبعدوها عن الغنى؟ البداية كانت مع حفلة أحيتها شيرين في الكويت، وأثناء ما كانت بتغني والجمهور بيتفاعل معاها غنت أغنية كده يا قلبي. شيرين قالت في الأغنية: كده يا قلبي يا حتة مني، كده تسيبني لوحدي في الدنيا دي. وأثناء ما شيرين كانت بتغني الأغنية انهارت على المسرح وما قدرتش تكملها وسابت المايك، ودت الجمهور ظهرها علشان ما يشوفش دموعها على المسرح، لكن انهيار شيرين كان واضح للجمهور واللي حاولوا يتفاعلوا معاها. لكن شيرين كانت في حالة انهيار واضحة، وقتها افتكر الجمهور ان السبب حزنها على انفصالها من حسام حبيب، لكن المفاجأة ان ده ما كانش السبب، وان شيرين كانت متضايقة علشان شغلها موقوف بقاله فترة كبيرة ومش عارفة ترجع لجمهورها مرة تانية، وخطواتها الفنية بقت متأخرة، والسبب في كل ده نزاعها مع شركة روتانا. فبعد ما كانت أعلنت إن المشاكل والخلافات اللي بينهم اتحلت، رجعت الخلافات مرة تانية، وكشف محاميها ياسر قنطوش إن شيرين بتحترم مالك روتانا جدا، لكنها اكتشفت إن في بعض الأشخاص من داخل الشركة بيحاولوا يقفوا ضد مسيرتها الغنائية ويبعدوها عن الساحة ويحاولوا يحطوا عراقيل كتير بدون سبب واضح علشان ألبومها يتعطل وما ينزلهاش أغاني. كمان كشفت إن شيرين في البدايات اتصالحت مع الشركة واحترمت العقود اللي بينهم ودفعت 8 مليون جنيه لصالح الشركة عشان الخلاف اللي بينهم يتحل والنزاع ينتهي، لكنها اكتشفت عكس كده وإن أغانيها كلها متعطلة ومفيش حاجة بتنزل، رغم إنها سجلت عدد كبير من الأغنيات متعطل نزولهم لحد دلوقتي. عشان كده قررت إنها تكشف عن الظلم اللي تعرضت له الفترة اللي فاتت، وهتحاول تاخد حقها بالقانون من الشركة وهترفع قضية. وقالت في مقطع صوتي متسجل ليها انتشر على السوشيال ميديا: في 3 أغاني جاهزين وبعدهم بشوية في 3 للصيف، مش عارفة روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هم موقفين للدنيا ليه. طبعا الأزمة دي كانت سبب انهيار شيرين على المسرح وهي بتغني في حفلتها في الكويت، لأنها حست إن شغلها متعطل ومش عارفة ترجع لجمهورها مرة تانية، خاصة بعد ما أمال ماهر رجعت للساحة الفنية وتواجد أنغام عليها، وفي نفس الوقت تراجعت هي، وده اللي خلاها في حالة نفسية سيئة بعد ما كانت المطربة الأولى بينهم. فيا ترى شيرين هتقدر تحل أزمتها ولا هتفضل مستمرة؟